فضيلة الشيخ، هل هنالك ضابط للأذكار؟ نعم، هل هنالك ضابط للأذكار؟ خاصة أننا نجد بعض الجماعات يعني تخصص وقت معين مثلا بعد صلاة المغرب لرفع الأصوات للذكر وكذا عقب الصلاة. هنا هو الضابط في هذا في الأذكار أو غيرها من العبادات، الضابط ما جاءت به السنة، فما جاءت به السنة فهو حق، وما لم تأتي به السنة فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة. فهل مثلا هؤلاء الذين يجتمعون بعد المغرب ويرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالتسبيح على وجه جماعي، نعم، هل جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء عن الصحابة؟ الجواب لا. إذا ما دام لم يأتي عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين فليس بسنة، فهو بدعة ينهى عنه. والصلاة مع هذه الجماعة يعني بعد ال يصلون جماعة أيضا؟ نعم، بعد المغرب؟ بعد ما يصلي معهم جماعة، نعم، بعد يعني بعد الصلاة مباشرة بعد ما يسلم الإمام يرفعون أصواتهم، خاصة الإمام اتخاذ والمأمومين يرفعون أصواتهم بعد. لا، الصلاة يصلون جماعة. أي نعم، يصلون جماعة. نعم، يصلون جماعة في المسجد. الصلاة الجماعة راتبة لا تكون إلا فيما جاءت به السنة أيضا. نعم، الصلوات الخمس، قيام رمضان، الكسوف إذا قلنا بأنه سنة، نعم، الاستسقاء. وأما الرواتب صلاة الليل فهذه لا تشرع لها الجماعة، نعم، لكن لا بأس بفعلها أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قام بعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان. نعم. نعم. أنا قصدت فضيلة الشيخ الصلاة معهم جماعة، خاصة أنهم يعني يخصصون هذا الوقت. يعني قصدك أن تكون مأموما مع الإمام؟ لا بأس، لا بأس أن تصلي به، لأن هذا البدعة لا تكفره. وأنصرف عقل الصلاة؟ أقول لا تكفره، إلا يعني لا بأس أن تصلي وراءه، لأن هذه البدعة غير مكفرة، إلا إذا خفت إذا صليت من ورائه أن يفتتن هو أو يفتتن به غيره لكأنك صليت وراءه، فهنا لا تصلي وراءه. جزاكم الله.